السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن طنطاني من مواليد 1999 شهر 3 في 7، الزوج ديال فاطمة الزهراء، الكوبل الشهير في تيك توك واليوتيوب. الكوبل الشهير اللي في عندنا قناة في اليوتيوب هي قناة حسن وفاطمة الزهراء، وكنقدم لكم الزوجة ديالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة الزهراء الأشهب من مواليد 2002 24 أبريل. كنقدم لكم راسي، أنا الزوجة ديال حسن، الكوبل الشهير على تيك توك وعلى اليوتيوب إن شاء الله. فصراحة علاقة كونت يعني كأي سهل الناس، كما كأي واحد كي يبغي يتزوج بوحدة. فصراحة التعارف دينا كان تعارف لقائي، كان تعارف زوين ما شاء الله. تعرفت عليها في واحد المجموعة ديال القرآن كنا كنجولوا فيها، فصراحة كانت هي دخل في هذه المجموعة، فهزيت الرقم ديالها وبدا التواصل ديالي انا وياها، فطلبت هذا الزواج. فقالت لي مرحبا، تكلمت مع الاب ديالها فقال لي مرحبا، وحنا دابا الحمد لله تزوجنا. فالوقت تقريبا سنه، شي عام باش كنا باش تعرفنا، ودابا باش تزوجنا تقريبا شي 6 شهور باش تزوجنا. لا، ما كانش هي كانت كدير نقاب، ولكن انا كانت عندي واحد الفكره، واخا انا ما كنتش يعني ما كانش عندي فكره انا ضروري كنت ناخذ منقبه، يعني كنت واخا يعني تكون كدير الدره ولا شي حاجه كنت ممكن نقدر نتزوج بها، فمن بعد اني نقدر نقنعها بالنقاب. فالحمد لله هذا بفضل الله تعالى، يعني ربي تعالى تبارك اعطاني زوجه يعني منقبه ولله الحمد. وحتى انا كانت الامنيه ديالي انني نتزوج بشي وحده تكون منقبه وكتخاف الله ولله الحمد، وكانت الامنيه ديالي اكثر انني نتزوج بشي وحده حامله كتاب الله، ولله الحمد انها حامله كتاب الله. فكنتمنى من الله تعالى وتبارك اي واحد كيتمنى شي زوجه صالحه الله يسهل عليه رب العالمين. من بعد يعني التعارف ديالكم كيفاش جاتكم الفكره ديالو يعني تدخل العالم ديال؟ فصراحه هادشي تيكون انتقال، يعني كثير من الناس كنشوفوا مثلا عندهم كيعيشوا الحب ديالهم في طاعة الله وواحد الفرحة ديالهم، فهذيك الفرحة كنبغيو نشاركوها مع الناس اللي تا هما مقبلين على الزواج أو اللي متزوجين. فكنحاولوا نبينوا واحد الصورة على الزواج، أنها صورة رائعة، وأن الزواج ماشي ضروري يكون يعني مثلا غير في علاقة ديال التليفون. فالزواج الحقيقي هو أن الإنسان تيكون متزوج هكا وتيكون عايش الحياة في طاعة الله ورسوله. هو كي قال الزوج ديالي تعرفنا في واحد الجروب ديال القران ديال المقامات الصوتيه، من بعد دخل عندي الواتس وبغى يتزوج. اول شيء سقساني قال لي واش حافظ القران، يعني قبل ما يعرف السن ديالي وقبل كاع ما يعرفني واش منقبه ولا شكون انا، فقط سقساني قال لي واش حافظ القران، قلت له اه صافي، غير قلت له حافظ القران، قال لي واش تقبلي تزوجي بيا. وهنايا بدات العلاقه ديالنا، وبقى واحد المده يعني في ذاك المدة هو كان باغي يجي عندي، لكن بالحكم ديال الوباء والسفر كان مقطوع وكذا، فانتظرنا حتى تطلق الحال شوية وصافي جا عندي مسيدي سليمان الناظور، ودرنا كل شيء في دقة، درنا خطبة وعرس وعقد قيران وكل شيء، وحنا دابا مزوجين الحمد لله. الحمد لله عايشين مزيان وبخير. كيقول لك ما كان لله كان واتصل، دام واتصل عفوا، يعني احنا تزوجنا عن يعني الحب في طاعة الله وعايشين مزيانين الحمد لله، عايشين فوق في خير. واخا من بعد ما تزوجوا الدار ديالكم، يعني شكون هو اللي فرض عليك انك تدخلي العالم ديال اليوتيوب؟ لا، ما كنت داخل العالم ديال اليوتيوب قبل ما نعرفه، يعني انا كنت مولوعه يعني بشي حاجه سميتها السوشيال ميديا. كان عندي تيك توك قبل ما نعرفه، وكانت عندي قناه اليوتيوب قبل ما نعرفه، ويعني من بعد اقترحت عليه الفكره وقال لي مرحبا علاش لا، يعني علاش ما نشجعوش الشباب المقبلين على الزواج ونعطيوهم واحد الفكره بانه الزواج شي حاجه زوينه ماشي غير مشاكل وصداع، بانه كاين يعني شي حاجه زوينه في الزواج، كاين واحد الجانب زوين من غير يعني المشاكل وداك الشيء، والحمد لله متفاهمين. واخا ما لقيتوش منتقدين في هذا؟
لقينا لقينا علاش كتبين معاك مرتك انت ديوثي وكذا وكذا، ولكن يعني احنا ما كنهتموش للانتقادات لانه الحمد لله كاين تعاليق زوينه، كاين كلام طيب اكثر من الانتقادات. يعني كتلقى بواحد النسبه ديال 2% 3% هي اللي فيها انتقادات، اما الكل الحمد لله كله زوين الحمد لله. كنقول لهم الله يهديكم، وإلا ما عجبتكمش ولا مثلا غرتوا مني ديروا بحالي، او لما عجبكمش يعني قولوا كلمه طيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول اما قل خيرا او اصمت، يعني لما عجبتكمش قولوا خير او سكتوا. واخا بينك وبين شي مثال منك الشركات يعني اللي فهاد كيما الشيء كثر التبرج وكشي، بغينا الناس يعرفوا يعني ما وراء الحجاب. صراحه ما وراء الحجاب شي حاجه زوينه، مش حال من وحده كتظن بانه يعني مثلا لا احتجبات ما غاديش تزوج، او كتظن انه لا تعرات يعني داك العراه هو اللي غادي يجيب ليها الزوج الصالح او ما شابه، لكن يعني والله العظيم شي حاجه الحجاب شي حاجه زوينه. يعني انك تكون في طاعه الله راه اجمل شيء، يعني اجمل شيء هو تكون في طاعه الله. انا منقبه، انا انتقبت قبل ما نعرف الزوج ديالي باربع سنوات، انتقبت على سن 14 والحمد لله انا تزوجت وها انا عايشه مزيانه. يعني كنبغي نقول لهم الله يهديكم، وراه الموت كاينه، يعني القبور ما مكتوبش عليهم للصغير ولا الكبير، لا مكتوب عليه لكلش، يعني كتبنا لهم الهدايه وصافي. واخا الناس تيقول بان العلاقه كيما تقول دينيه ما تكونش في ديك الحب اللي عند الناس كامل. لا بالعكس، ربما نقدر نقول لك العلاقة الزوجية اللي بين الملتزمين أكثر من هذوك المتبرجين، يعني كاين الحب بيناتهم أكثر، و ما عرفتش كيفاش غنقول لك، يعني بنادم اللي تيكون أجمل شيء الحب في طاعة الله. شنو الرسالة اللي تقدر تقول في حق الزوج ديالك؟ تبغي نقول الله يخليك ليا، والله يعطيك ما كتمنى، والله يرزقك المال الحلال والعمل الحلال، واي حاجه تمناها كنتمنى ربي يسر ليه فيها يا رب العالمين. واخا وين تصبح لينا يعني الحياه كيفاش كتعيش الحياه يعني الماديه؟ ايوا بالنسبه لي الحياه ديالي كعايش كايش الناس بحالي بحال الناس عادي. بالنسبه لي الحاله الماديه يعني كما نقولوا ما عندناش وما خصناش، عايش يعني الحمد لله ما كنطلب يدي حتى شي واحد الا الواحد الاحد ولله الحمد. واخا من بعد الشيء ديال اليوتيوب واش كتربح شي حاجه مرة شي؟ صراحه مازال ما كنربح والو، لان قناتي الحمد لله يلاه تفعلت مؤخرا، فكنتسنى غير الكود الادسنس يجيني ان شاء الله بعد ما نكمل 10 دولار ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. القناة ديالي الاسم ديالها حسن فاطم الزهراء، حسن وفاطم الزهراء. واخا سي حسن شنو الرسالة اللي بغيت توجه للناس ديالك اللي كيتبعوك الناس كيشوفوك دابا؟ الرسالة ديالي كنوجه للناس اللي كيشوفوا فيا، تنقول لهم بالنسبة لي للناس اللي كيتبعوني وكيتيقوا فينا كنقول لكم شكرا بزاف، وبالنسبة لي الناس اللي كينتقدونا فكنقول لكم الهداية، فالإنسان ما عندك علاش تحسدني، إلا حسدتني نوض دير بحال، إنسان ما عندك علاش تحسدني، لأن الله تعالى تبارك فضل بعضياتنا غير بالرزق، يعني كلنا ولاد 29، يعني ما عندك علاش تحسدني، حسدتني نوض دير بحالي، ونسأل الله تعالى تبارك الهداية للجميع يا رب العالمين. واخا شي بغينا شي نبدا على العلاقة كيف ممكن تتزوجها، يعني اشرح للناس بأن راه كاين حب عندك. صراحة الحب كما قال زوجي ديالي، الحب ماشي قبل الزواج، الحب وراء الزواج، ولكن اذا كان في طاعه الله فيكون احسن وافضل، يعني ما اجمل الحياه مع في طاعه الله. اذا تقدر تلقى جوج مزوجين وزوجه متبرجه وما عايش في الحلال ففعلا تيكون الحب، ولكن اذا درنا واحد القران مثلا ما بين الحب ديال المتبرجه او الحب ديال مثلا واحد الملتزمين ما تيكونش بحال فالحب تيكون اول شيء تيكون الحب ما بين طرفين الناس الملتزمين، تيكون الحب ما بين طرفين، وتيكون الحب لله تعالى وتبارك، يعني ما اجمل الحياه ان تكون في طاعه الله. فالكلمة الأخيرة كنبغي أول شيء نطلب من قناة أنوار، كنقول لكم شكرا بزاف على الضيافة ديالكم عندنا للدار، فنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا. فالرسالة ديالي كان رسالتي للشباب اللي مقبلين على الزواج، فكنقول لكم وياكم ثم وياكم، يعني ما تخليوش الزوج ديالكم يكونوا متبرجين أو يعني مثلا
يعني ماشي انا كنفرض عليهم يديروا النقابه، ولكن كنفرض عليهم ان يكونوا في العفه الله تعالى تبارك، ويكونوا مثلا من الاحسن ان الانسان يعيش في طاعه الله ويحاول يخرج ديك الفكره ديال ان كلام الناس نعيش حياتي وكذا وكذا. نعم الانسان يعيش حياته، ولكن يفكر لي كما قال الله وعمل لاخرتك ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. الانسان يدير الاخره ولكن يعيش الحياه في الدنيا ولكن في طاعه الله. كنبغي نقول لقناة ألوانكم مرحبا بكم، وشكرا على القدوم ديالكم لعندنا. وكرسالة للشباب المقبل على الزواج، كنتمنى الله ييسر لأي واحد ويسعد أي واحد بغى شي حاجة، كنتمنى الله ييسر ليها، ييسر ليه أو ليها، أو اللي فراسو شي حاجة ربي يحققها ليه يا رب العالمين.